كل واحد يسمع على شكلته. يلا مش مشكلة. ها كل واحد ياخد اللي هو عايزه. اعتذار رسمي انا ببعته باسمي لكل حد سكت له شاف نفسه مر عليا، لكل حد عامل لي باستهتار وكان عايز يقل بيا، لكل حد حفظت سر وهو ماشي. بص بص جرح فيا عشان بلبل حبيبي بابا اصاله وابو حماده. لناس كتير ناس كتير عرفتكم. طب بقول لكم ايه، انا استاذنكم انتوا معلش، انا اقدر عليكم انتوا، انا اقدر عليكم انتوا. تعالوا كده سيدي، تعالى كده، تعالى كده سيدي، تعالى كده سيدي، دول يشوفونا ودول يشوفونا. لناس كتير ناس كتير عرفتكم، لا غلطت ولا يوم هندكم، ومهما قالوا معايا انا على برضو اجدع منكم. ولا انا مغرور ولا عايش بدور، الحمد لله عمري ما كنت مغرور، بس لو حبيت اعيش هعيش، ولا بحب اعيش في الدور. عالم تخلي الدم يفور ونصيحة مني احمد يعيد بقول لهم، اما تحبوا تعيشوا على حد عيشوا على حد ما يعرفوش، كلها تعرف بعضها يعني عليا ما تترسموش. اما تحبوا تعيشوا على حد عيشوا على حد ما يعرفوش، كلها تعرف بعضها يعني عليا ما تترسموش. مهما تقول انا برضو الاصلي وكله عارف اصلي وفصلي، وانتوا عالم بالنسبة لي. عم حمادة بقى عصابي اللي جاب اخويا كان عشقه ملحوق ومغشوش. انا فقت منكم فقت منكم فقت منكم، انا فقت منكم فقت منكم، بس جت متأخرة عالم تجيب الفقر عالم بجد وبتوع منظرة. دي النخلة لو طرحت ودع الندل هيكون في يوم جدع، قلبي منكم يا ما شاف وعملت وياكم البدع، اصفالكم مرة بتغدر وفي جلدكم بتغير، ما بتسلكوش ولا عمركم غير في الجراح تتشطروا. مفيش في الدنيا حد بيقف جنب حد كده كده ليه لفين راي معانا السقف اهو. بص على هذا اهو والله العظيم على هذا، عايزين نشغلكم تشغلونا كده عشان ما حدش يقلق مننا. مفيش في الدنيا حد هيقف جنب حد كده كده ليه لفين. عبد الهادي عواد وابو شير واسيوطه. مفيش في الدنيا حد بيقف جنب حد كده كده لله في لله، ولا في صاحب جد يتكل عليه ويسد. ليه 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 نبي. مفيش في الدنيا حد هيقف جنب حد كده كده لله في لله، ولا في صاحب جد يتكل عليه ويسد. Yeah.
ابني اصحى يا ابني ادهم. والنبي يا جدعان اعذرونا، والنبي يا جدعان اعذرونا النهارده معلش احنا عايزين